أهلا بكم. مع أن غبار المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية الأخيرة والتزوير الهائل الذي رافقها لم ينجلي بعد، إلا أن شركاء العملية السياسية لا سيما المحسوبون منهم على إيران سرعان ما انقلبوا على وعودهم السابقة بنبذ النهج السياسي الطائفي السابق وتدشين مرحلة جديدة من الحكم وإدارة الدولة عنوانها ومضمونها الوطنية فقط وفقط الوطنية، ولا مكان فيها للمحاصصة الطائفية ولا مكان فيها أيضا للتدخلات الخارجية إقليمية كانت أم غيرها، وهو ما كان في مسارعة الصدر للتحالف مع تكتل الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة الذي يقوده هادي العامري بعد جولة قصيرة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد. التحالفات الطائفية والتهديد بالحرب الأهلية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة في برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا لحست الأحزاب الطائفية وعودها السابقة بنبذ السياسة الطائفية أو السياسات الطائفية والبدء بنهج وطني للحكم وإدارة الدولة العراقية؟ وهل تشبث هذه الأحزاب بالمنهج الطائفي في الحكم هو لقناعتها بصواب هذا النهج، أم إن الأمر خارج إرادتها وقدرتها أصلا؟ وإلى أي حد كان الحديث عن انحسار الهيمنة الإيرانية في العراق ضربا من الخيال الذي لا يسنده الواقع السياسي لا سيما بعد ظهور التحالفات الطائفية الجديدة؟ ولماذا يلجأ شركاء العملية السياسية لا سيما زعماء الميليشيات وفرق الموت الخاصة منهم إلى التهديد بالحرب الأهلية والفوضى الأمنية مع كل مأزق يواجههم؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، مازن الرمضاني. الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر أيار الماضي لم تكن كسابقاتها منذ أول انتخابات للبرلمان أجريت عام 2005. ما ميز هذه الانتخابات أن نسبة المقاطعة الشعبية التي كانت من سمات كل العمليات الانتخابية السابقة تخطت 80% هذه المرة، وهو ما كان متوقعاً ومثل عقوبة شعبية للقوى المتنفذة التي شعر الجمهور أنها خذلته بعد 15 سنة من توليها السلطة. الشعب العراقي لم يلمس من الأحزاب التي نطقت باسمه وباسم مظلوميته أي مساهمة في تحسين أحواله المعيشية، بل العكس هو الصحيح، فنظام الخدمات العامة أصيب بالانهيار شبه الكامل، ومستويات البطالة والفقر في أعلى مستوياتها. وبدل أن تأخذ هذه الأحزاب العظة من التجربة المريرة في حكمها العراق الجديد وتتوقف عند درس المقاطعة الشعبية وأسبابها، أعادت تحالفاتها الطائفية القديمة التي يحملها الشعب العراقي مسؤولية الوضع المنهار له على كل المستويات. ليس هذا فحسب، بل بدأت هذه الأحزاب بتهديد المجتمع العراقي بالحرب الأهلية والفوضى إن لم يقبل بأي حكومة تنتجها التحالفات الجديدة. وثمة من يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة في صورة الحكومات السابقة وعلى صيغتها التي قامت على المحاصصة الطائفية والقومية، فإنه يعني إعادة إنتاج الفشل وزيادة منسوب النقمة إلى مستوى يمكن أن ينذر باضطرابات اجتماعية تصعب السيطرة عليها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في التحالفات الطائفية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية والتهديد بالحرب الأهلية. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو. وسيكون معنا من لندن عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل الدكتور مازن الرمضاني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذه الأحزاب الطائفية قدمت الكثير من الوعود بنبذ الطائفية، شتمت الطائفية كثيرا وأنها بصدد مغادرة الطائفية لأنها تسببت بالخراب الذي الموجود الآن في العراق، وأنها تتطلع إلى نهج وطني، سياسة وطنية. حتى العناوين واللافتات رفعتها في الانتخابات كانت يعني وطنية الشكل. لحست كل هذه الوعود وعادت إلى التحالفات الطائفية وتبني المنهج الطائفي المستمر منذ 15 سنة، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعتقد أستاذ ماجد من واضح جدا أنها كانت تغازل الشعب، كانت تعتقد أنها قادرة على إقناع الشعب أو تضليل الشعب بأن ما تسعى إليه هو ما يرغب به الشعب.
الشعب خلال 15 عام مضت من عام 2003 لحد الآن وجد أن كل شيء ينهار، وأن السياسات الطائفية، سياسات التفرقة، سياسات التخريب، الفساد، الخراب، ما وصل الحال إليه في العراق حصاد هذه السنوات كان مر يعني علقم في نفوس وعقول كل العراقيين في واقعهم. فكانوا يأملون أنه القادم سيكون بشكل آخر، الشعب يفكر بطريقة وهذه الأحزاب كانت تفكر بطريقة، حاولت أن تغازل الشعب، وبهذه المغازلة تحاول أن تضلله بالشعارات، وهذه الشعارات تكررت في كل انتخابات، يعني ليست في هذه الانتخابات فقط. كانوا يتحدثون بوطنية، كانوا يتحدثون بأفكار عابرة للطائفية، بتجمعات وائتلافات عابرة للطائفية، كانوا يتحدثون في كل انتخابات. في 2010 تحدثوا هكذا، 2014 تحدثوا هكذا، ثم بعد الانتخابات ينقلبوا عليها بشكل واضح جدا. ما حدث بعد هذه الانتخابات لم يكن مفاجئا، حتى في قضية مقتدى الصدر والتيار الصدري. مقتدى الصدر قبل يومين من الانتخابات كان يقول نحن سنؤلف تحالفا عابر للطائفية، ذاهب إلى الوطنية، بعيد عن المحاصصة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه في ائتلافه مع ما يسمونه الفتح وهادي العامري، الميليشيات، تحالف الميليشيات وفرق الموت الذي يسميها هو الميليشيات الوقحة، نعم. كانوا يسميها بهذا الشكل، قيس الخزعلي وجماعته وهادي العامري. واضح جدا جدا أنه انقلاب شديد 180 درجة على ما كان يتحدث به، على الشعارات التي رفعت، الجماهير التي قادها في تظاهرات كبيرة وعبرت أكثر من مليون، كانوا يتحدثون عبروا جسر الجمهورية واتجهوا للقضراء ودخلوا البرلمان وكانوا ينادون بإسقاط المحاصصة وإسقاط الطائفية الفاسدين والفاسدين. وبالتالي نعود إلى المربع، ما يسمونه بالمربع الأول. المربع الأول اللي هو نفس التحالفات الطائفية، بل أن هذا التحالف يدل على أن الوطأة ستكون أشد، المحاصصة ستكون أقوى وأشد، لأنها في وسط الطائفة نفسها. سنتحدث دكتور عن تأثيرات، نعم، هذا التحالفات أيضا، إعادة التحالفات الطائفية تأثيراتها في الحاضر. أريد فقط أن أقول شيء واحد، أن دلت هذا الشيء، الانقلاب هذا بهذا الشكل، أن كل أمور هؤلاء القوى، هذه القوى اللي مؤتلفة بالعملية السياسية لا تمتلك أمرها. من يمتلك أمر هذا هو نقطة خارجي. هذه نقطة مهمة بدنا نسأل عليها دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، عملية إعادة أو عودة شركاء العملية السياسية خاصة زعماء الميليشيات إلى التحالفات الطائفية التي كانوا يشتمونها قبل الانتخابات، وقدمت وعود كبيرة بالذهاب إلى المسار الوطني، إلى النهج الوطني في إدارة الدولة، هذا التشبث بالصيغة الطائفية في التحالفات السياسية، هل تعتقد أنه قناعة بهذا النهج أم هو اضطرار، هو أمر قسري خارج إرادة هذه التحالفات حتى وإن رغبت بمسار وطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ من حيث انتهى إليه الدكتور رافع، وهو أنه هذا الأمر يدلل على أن هؤلاء جميعا بلا استثناء محكومون وليس لهم إرادة حرة مستقلة، والمتحكم الأول والأخير بها هي الإرادة الخارجية، وتحديدا إيران هنا رقم واحد. بعد أن تحكمت أمريكا المتحكم الأول سابقا بوضع الإطار والمحاصصة الطائفية التي يسير عليها هؤلاء، هؤلاء جميعا اليوم لا يستطيعون أن يخرجوا عن هذه المحاصصة الطائفية، ولذلك نجد منذ اليوم الأول لهذه الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال إلى الآن نجدهم هنالك تلازم بين عملهم ومنهجهم السياسي وبين التخندق الطائفي. وسمعنا هل دكتور سمعت، هل القضية قضية التشبث أو التمسك بهذا النهج الطائفي قضية جبرية أم قضية ربما كان لديهم توجهات أخرى أو إرادة أخرى، لكنه الإطار الجبري وضعهم في هذا الإطار، إطار الطائفي، ولا فرصة ولا يسمح بالخروج عن هذا الإطار؟ هناك عاملان، العامل الأول كثير منهم هؤلاء هو منهجهم قبل الاحتلال، يعني من يتابع تاريخ هذه الجماعات أو الأحزاب والتيارات مما
من قبل الاحتلال حينما كانت تسمي أنفسها المعارضة كانت تتحدث بهذا المنطق وبهذا النهج، وكانت كل وعودها هي تخرج بنفس وبلغة طائفية. بعد الاحتلال حينما جاء المنهج السياسي أو العملية السياسية التي بنيت على هذه المحاصصة، فوجد هؤلاء أنفسهم في بيئة تتناسب مع نهجهم مع طائفيتهم، ولذلك نجدهم اليوم يسيرون بهذا التناغم بين هذا الإطار العملية وقوانينها ومحاصصاتها وبين تربيتهم وعقيدتهم ومنهجهم السابق منذ تأسست هذه الأحزاب خارج العراق وحتى داخل العراق قسم منها، وعملهم السياسي في طيلة السنوات الماضية إلى الآن، وترسخ هذا الأمر وترسخت هذه الطائفية بعمل طائفي ليس فقط خطاب وإنما بعمل رآه جميع الناس في ظل هذه السنوات عقب الاحتلال في ظل عقد ونصف. بعد هذه التجربة، تجربة المجتمع والرأي العام مع التحالفات الطائفية، هل من الممكن أيضا إقناعها أن هذه التحالفات الموجودة هي تحالفات وطنية نابذة للطائفية؟ وهذا ما أردنا نسأل عنه ضيفنا في لندن دكتور مازن الرمضاني. مساء الخير دكتور. مساء النور أكيد. التحالفات الطائفية وأصحابها يحاولون إقناع الرأي العام في العراق أن هذه التحالفات الجديدة تحالفات وطنية كارهة عابرة نابذة للطائفية مفارقة للمرحلة السابقة التي تسببت بكل هذا الحصاد المر في العراق، وبداية ومدشنة لمرحلة جديدة في إدارة الدولة والحكم. بعد تجربة 15 سنة مع هذه الطبقة السياسية اللي تحكم التي حكمت العراق الجديد، هل ممكن إقناع الرأي العام بهذه التحالفات، إقناعها بوطنية هذه التحالفات؟ نعم، شكرا جزيلا أخي ماجد، تحياتي لك وتحياتي للأخ العزيز دكتور رافع وكذلك للأخ العزيز دكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا. وإلى المشاهدين الكرام. شكرا. عزيزي، سؤال في غاية الأهمية، ولكن قبل أن أعمل إلى الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول أنني أدعم ما تفضل به الأخوة الأعزاء دكتور رافع ودكتور عبد الحميد. نعم. وأنطلق من نهايات ما تفضل به. نحن في وأنا كأستاذ لدراسات المستقبل ننطلق في تحليلنا للحاضر والمستقبل من ذلك المنهج الذي يعود بنا إلى الوراء في تفسير الحاضر، ومن ثم الانتقال من الحاضر إلى المستقبل. لو رجعنا انطلاقا من هذا المنهج إلى ما بعد الاحتلال في 2003 إلى الآن، وهي فترة ليست قصيرة بأي حال من الأحوال، كثيرة هي الأمم والدول التي استطاعت خلال مثل هذه الفترة الارتقاء بواقعها من حالة متخلفة إلى حالة متطورة حضاريا، ولنتذكر هنا ماليزيا وتركيا ودول أخرى. لو رجعنا إلى الوراء يا أخي الفاضل لوجدنا أن هذه الأحزاب تأسست على وفق خطاب سياسي محدد واضح بالنسبة لها، بهذا الخطاب السياسي الذي هو خطاب طائفي يكرس الطائفية. هذا الخطاب يدلل على الأفعال. نحن في العلوم السياسية لا ننطلق من الأقوال وإنما ننطلق من الأفعال، لأن الأفعال هي التي تؤشر الاتجاه الذي يسير عليه هذا الشخص، هذا الحزب، هذه الدولة، هذه الأمة. الأفعال التي انطلقت منها هذه الأحزاب منذ 2003 إلى الآن لم تتغير، إنها تخاطب شريحة داخل المجتمع العراقي بصيغة معينة هي الصيغة الطائفية، لأنها تعتقد إن خاطبت هذه الشريحة بصيغة أخرى فإن هذه الشريحة لن
تفضي إلى تقديم الدعم لها. إذا سمحت دكتور، هذه نقطة يعني مهمة. في الأدبيات السياسية يقال أن الأحزاب الثورية تنتقل قبل الحكم، تمارس قبل الحكم مرحلة الثورة، بعد وصولها إلى الحكم تنتقل إلى مرحلة الدولة. هذه الأحزاب الآن الموجودة كانت طائفية قبل الغزو، أتيحت لها فرصة أن تحكم في العراق، لماذا لم تستطع أن تعبر من مرحلة الطائفية إلى مرحلة الدولة، مرحلة المواطنة، اعتماد هذه المعايير، معايير المواطنة؟ عزيزي، الجواب جدا بسيط، أن هذه الأحزاب التي بالصدفة جاءت لإدارة السلطة في العراق لم تتوافر على برنامج للارتقاء بالبلد، إنما جاءت لكي تنهب البلد وتكرس طائفية البلد وتجعل البلد ضعيفا. العراق الضعيف هو مصلحة لكثير من الدول ومن بينها الدولة الإيرانية. كلما كان البلد العراق ضعيفا، كلما استطاعت إيران أن تحقق الأهداف المنشودة لها في العراق وطبعا في خارج العراق، أي باتجاه المشرق العربي والخليج العربي. إذن هذه الأحزاب التي جاءت إلى قمة الهرم السياسي في العراق لم تتوافر على برنامج حضاري للارتقاء بالعراق، وإنما جاءت لتكرس هيمنة إيران على العراق. وهذا هو الذي يفسر استمرار هذه الأحزاب بالخطاب الطائفي، الذي طبعا يتقاطع تماما مع الخطاب الوطني. يعني إذا ما أخذنا مجموعة دول هنا وهناك عاشت تقريبا كالحالة التي عشناها بعد الاحتلال، لوجدنا أن صناع القرار في تلك الدول عمدوا إلى تبني الخطاب الوطني لكي يستطيعوا تكريس الإجماع الوطني الداخلي، ومن ثم الاستناد على هذا الإجماع لبناء مشروع الدولة. فكرة مشروع الدولة غائبة عن هذه الأحزاب الطائفية يا أخي العزيز. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. ثمة خوف وهلع من التحالفات ذات التوجه الطائفي، من الأحزاب الطائفية والعرقية، ألا يمكن القبول بهذه الطروحات اضطرارا بسبب حساسية الوضع في العراق، أنه هذه الأحزاب تواجه الكثير من التحديات سواء داخل العراق وسواء أيضا تحديات داخل المنطقة، ألا يمكن القبول بهذه السياسات الطائفية لعبور هذه المرحلة؟ هناك هلع كبير، هناك خوف كبير من الهوية أو الصيغة الطائفية لهذه الأحزاب، ألا يمكن القبول بها على الأقل مؤقتا؟ من يقبل بها؟ الشعب؟ الشعب يقبل بها؟ الآخرون يقبلون بها؟ يحاول أن يساعدوها أن تتجاوز طائفيتها؟ لا يمكن. هذه الأحزاب جربت من عام 2003 إلى الآن، نفس القوى، نفس الأحزاب، نفس 15 سنة، كافية وأكثر من كافية. وما وحصاد هذه السنوات الـ 15 كان حصادا مرا، كانت كارثية على العراق، أوصلت العراق إلى الحضيض، هذه الحقيقة. أريد أن أقول يعني في قضية ربما يجيب عن كل هذا التساؤل، أنه هل هذا كان اختيار أم إجبار؟ نعم. هل هذا اللي حصل؟ العملية السياسية لكي تبقى هناك فيها قرار أمريكي وقرار إيراني. نعم. يجب أن تبقى هذه العملية السياسية. أي تصرف آخر، أي اتجاه إلى وطنية، أي اتجاه إلى نسف هذه المحاصصات، سيؤدي إلى سقوط هذه العملية السياسية. التخادم الإيراني الأمريكي يستند على قضية بقاء العملية السياسية بهذه الصيغة الحالية، أن تبقى بهذه الصيغة الحالية. لذلك عندما ترى نتائج الانتخابات الآن عندما نراها، سنجد أن من فاز بالانتخابات هي الأطراف الخارجية وليست الأطراف العراقية، بدليل أنه تشكيل الحكومة الآن أو تشكيل الائتلافات الآن تم حتى قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات، لكن نتحدث الآن ما بعد الانتخابات وما جرى من تحالف بين سائرون، جماعة مقتدى وجماعة الفتح، وما سيليه من تحالفات أو تآلفات لتشكيل الحكومة. إذا كنت ترى والأخبار نقلت هذا، كان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يقود هذا الفريق، كان معه النجل الأوسط لخامنئي، مجتبى خامنئي، كان معه محمود الشهرودي، هذا الرجل الدين المقرب الإيراني المقرب من حزب الدعوة،
كان معه في هذا الفريق الذي يقود كل هذه فريق السفير الإيراني مسجدي وكان معه أيضا مساعده كريم رضائي، وكان إضافة إلى كل هؤلاء نوري المالكي. هذه المجموعة التي تولت توجيه الأوامر الإيرانية لكل هذه القوى، وفي خط موازي أيضا مسؤول أمريكي. نعم هذا نعم، لذلك كان كل هذا الذي يجري. البعض يتحدثون أن إيران الآن يعني استطاعت أن تتصل على أمريكا بهذه القضية. لا، أمريكا راضية بهذا الذي حصل، لأن هذا يضمن بقاء العملية السياسية، يضمن بقاء هوية مراهنة على بقاء هذه العملية السياسية. انهيار هذه العملية السياسية بالذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، نصف الطائفية، محاسبة الفاسدين بالطريقة الأخرى، نبذ كل هذا الذي الترتيبات التي حصلت من عام 2003 لحد الآن ونسفها، سيؤدي إلى سقوط العملية السياسية وبالتالي سقوط الدستور وسقوط كل هذه الترتيبات التي قالوا عنها، وسقوط حتى هذه القوى الحزبية والائتلافات والقوى السياسية التي جاءت ما يعني بعد الاحتلال. هذا لا يسمحون به، لذلك أمريكا موافقة على هذا. ما سيلي ذلك هم قد حسبوه بالشكل التالي: الأكراد كقوى موجودة والسنة سنة العملية السياسية. الأكراد أعطوهم وعود الأمريكان، وهذا واضح وتحدثوا به الأكراد جزء من عندهم، أعطوهم وعود فإن هناك تساهلات في قضية نعم. كركوك نعم. وقضية النفط والغاز، وهم لديهم الآن غصة بسبب ما فعلته أمريكا معهم بسبب الوعود اللي تخلت عنها بقضية الاستفتاء الأمريكان، فلذلك كانوا مع الوعود الإيرانية، وافقوا على الوعود الإيرانية. الباقي القوى القليلة هي قوى العملية السياسية من السنة، سنة العملية السياسية أو سنة الحواشي، هؤلاء الذين جاءوا حديثا إلى العملية السياسية. هؤلاء يبحثون عن كراسي، لكنهم بالمحصلة يعطون شرعية نعم تعطي لهؤلاء القدرة على القول أننا نحن نؤلف العملية السياسية تمثل كل أطياف المجتمع العراقي. نعم نعم، حكومة وحدة وطنية بهذا الشكل. هذا 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 التفسير لكل ما حصل الآن. الأساس في كل ذلك هي المحافظة على العملية السياسية، كل ما جرى للمحافظة على العملية السياسية، ولا طريق آخر للمحافظة عليها إلا بهذه الطريقة. لكن هذا المشروع والعملية السياسية بسبب هذا الحصاد المر خلال 15 سنة يكاد يتحول إلى قنبلة كبيرة موقوتة ربما لا أحد يستطيع السيطرة عليها بسبب الغليان والسخط الشعبي الموجود في العراق، والذي تجلى بهذه المقاطعة التي فسرت على أنها صفعة وعقوبة شعبية للمشروع وأصحابه. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش، وهذه النقطة أيضا مهمة سنعيد طرحها بعد الفاصل مرة أخرى. إذن فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش في طاولة حوار التي تبحث في التحالفات الطائفية والتهديد بالحرب الأهلية. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في التحالفات الطائفية والحرب أو التهديد بالحرب الأهلية من قبل شركاء العملية السياسية. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور مازن الرمضاني. دكتور عبد الحميد العاني، هل فقط هذه الأحزاب الطائفية وهويتها الطائفية والتحالفات الطائفية هي السبب الوحيد لما آل إليه الوضع العام في العراق، هذا الإخفاق على كل المستويات، ولذلك هناك يعني هذه الحرب السياسية والإعلامية من مناهضي العملية السياسية تشن على هذه الأحزاب وتشيطن وبهذه القسوة
يعني هناك الكثير من التحديات واجهت تجربة العراق الجديد، هناك الإرهاب، هناك الاحتلال، هناك معاداة التجربة الديمقراطية، هناك تركة النظام السابق، لماذا فقط تركيز على هذه الأحزاب وأنه بسبب طائفيتها البلد وصل إلى هذه المرحلة من الانهيار؟ يعني كل هذه الأزمات التي ذكرت جانبا منها الآن هي أزمات صنعت من قبل هذه الأحزاب الطائفية، فهي أزمات نتيجة لهذه الحكومات الطائفية وسياساتها العرجاء. الخير من يحكم على هذه الفترة والحقبة السابقة هم الشعب، ربما مثل ما أشرت قبل قليل، ربما الجهات التي مناوئة ومناهضة للعملية السياسية وللاحتلال ربما ينظر لها على أن كلامها من باب الخلاف السياسي مع هذا، لكن لنستمع إلى الشارع العراقي الذي 80% عبر عن موقفه بالمقاطعة، وكما قلنا في سابق حلقاتنا أن تلك المقاطعة هي كانت موقفا سياسيا وليس سلبية وتكاسلا، ويظهر ذلك من خلال الشعارات التي رفعها هؤلاء المقاطعون بأن اعتراضهم على العملية السياسية ككل وعلى نهجها الطائفي. لذا هذا الشارع العراقي بهذه المقاطعة وبهذه الشعارات التي رفعها هو حكم على هذه الأحزاب بأن نهجها الطائفي هو الذي تسبب بمثل هذه الأزمات. ثانيا أنه رأينا ورأى الشارع العراقي أن هذه الأحزاب هي لم تتخذ أي خطوة في إطار الاتجاه الوطني أو ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء الشعب العراقي، بل على العكس من ذلك كانت عامل مهم لزيادة الهوة بين أبناء الشعب العراقي بصناعة أزمات طائفية حقيقية داخلية وخارجية، والمترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث التي تدل على ذلك. وما الميليشيات اليوم التي ظهرت على السطح كحالة سياسية بعد أن انتقلت من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي إلا ترسيخ لهذا المبدأ الطائفي؟ لذا هذه النتائج التي حضرت وظهرت اليوم هي نتيجة طبيعية لهذه المقدمات للنهج الطائفي الذي تؤمن به هذه الأحزاب، وليس فقط تؤمن به وإنما ترفعه شعارا وتطبقه عملا في حياتها السياسية. دكتور مازن الرمضاني، هل ثمت فعلا خطورة سياسية بهذا الحجم الذي يتحدث عنه مناهضو العملية السياسية، معادو التحول الديمقراطي في العراق، من اتهامات بالطائفية أو أنه إرجاع كل الإخفاقات والسلبيات الموجودة الآن في العراق إلى طائفية من حكم العراق بعد عام 2003؟ هل فعلا القضية بهذه الخطورة أم أن هناك تهويلا وتضخيما في إطار الخصومة السياسية مع هذه الأحزاب التي تحكم العراق الديمقراطي، التجربة الديمقراطية الجديدة في المنطقة؟ لا عزيزي، لا نبالغ، هي ليست تجربة جديدة في المنطقة، هذه كلام مبالغ، لكن مع ذلك أرجع وأقول يا أخي الفاضل، الدول تحكم من قبل حكوماتها، أي بمعنى من قبل صناع قراراتها، والحكومة في العراق منذ الاحتلال حتى الآن تدار من قبل أحزاب نحن وسوانا يتفق على نهجها الطائف. وبالتالي ما جرى في العراق منذ 2003 إلى الآن ليس أخي إدارة بالمشاهد من أجل المستقبل، وإنما إدارة بالأزمات من أجل تكريس الواقع. الإدارة بالأزمات يراد بها إشغال المواطنين بأمور تبعد المواطنين عن المشاكل الحقيقية للبلد، وبالتالي عن هذا الطريق يستطيع صناع القرار في العراق الاستمرار في الحكم، وبالتالي تحقيق الأجندات التي يسعون إلى تحقيقها، وهي أجندات داخلية مدعومة خارجيا. وبالتالي ليست هنالك مبالغة في القول أن الذين يناهضون ما يسمى بالعملية السياسية في العراق يبالغون في إظهار مساوئ وإخفاقات العملية السياسية و
التأكيد على الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها البلد، والتي سوف إن استمرت هذه الاختلالات الهيكلية سوف تفضي إلى ديمومة مشهد التراجع الحضاري للعراق. نحن في العراق أو عندما نتكلم عن العراق نتكلم عن حاضر ومستقبل العراق، وبنا حاجة دوما وأبدا أن نفكر بالمستقبل، لا أن نفكر بالماضي ولا أن نفكر بالحاضر. الحاضر هو زمان يمضي، الماضي زمان مضى، والحاضر زمان يمضي، والمستقبل هو الزمان الذي يأتي. بنا حاجة دوما وأبدا أن نفكر بالمستقبل. يا أخي العزيز، مستقبل العراق أنا أراه كمتخصص بدراسات المستقبلات، مستقبل العراق مع كل الأسف هو بائس. مشهد ديمومة التردي سوف يقترن بمستقبل العراق، وبالتالي مستقبل كل ما يجري في العراق من الآن حتى زمان قادم. وبالتالي يا أخي أنا أتفق مع الإخوة الأعزاء دكتور رافع والدكتور حميد فيما تفضلوا به. يعني واضح دكتور رافع، ذكرت أنه إيران وأمريكا حريصتان على بقاء العملية السياسية بهذه الصيغة، ديمومة هذا المشروع يمثل مصالح، يخدم مصالح البلدين. لكن هذا المشروع بمرور الزمن خلال 15 سنة يكاد يتحول إلى قنبلة كبيرة موقوتة لا يعرف أحد متى تنفجر، وإذا انفجرت لن تبقى في إطار العراق، ستكون في العراق وما بعد العراق على المنطقة على الإقليم. هذا الانفجار هل فيه مصلحة أمريكية وإيرانية في النهاية؟ الآن الموضوع نتحدث عن موضوع يعني محذرات داخلية ومحذرات خارجية. نعم. فيما يخص الداخلي، داخل هناك الأمريكان والإيراني، إيران تعطي تطمينات بأنها قادرة على كبح جماع كل القوى الداخلية في العراق. نعم. وتعتقد أنها بواسطة هذه الأحزاب وما تمتلكه من ميليشيات قادرة أن تسيطر على هذا الشعب، وهذه فكرة خرافية لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن وضعها كجملة يمكن البناء عليها أو كأساس يمكن البناء عليه لمستقبل قادم. والسؤال الآخر، هل الأمريكان ساذجون إلى هذا الحد أنهم لا يعرفون حقيقة الوضع حتى توهمهم إيران أنها قادرة على السيطرة على؟ يعني عندما نتحدث عن السذاجة وأن الأمريكان يمتلكون من الذكاء ما هو خارق وهو عجيب، يعني أنا أشك في هذا الموضوع. الأمريكان أيضا لديهم من السذاجة الكثير، ولولا هذه السذاجة لما وصل الحال لما وصل إليه. نعم، بالمحصلة النهائية هم يستفيدون، هم هذا ما يريدونه، أضعاف هذه القوى، لكن بالتالي مثل ما تقول سينقلب الحال. العراق الآن مثل ما تحدث أخي الأستاذ مازن رمضاني، أستاذ الدكتور مازن رمضاني، قال إنه المستقبل كما يراه وهو أستاذ الدراسات المستقبلية مستقبل مظلم للعراق، مستقبل فيه الكثير من نعم. العراق ذاهب ليكون ساحة مواجهة ومواجهة دامية. هذا يعني ربما يكون الأمر مفروغ منه. دكتور، هذه نقطة مهمة، هذه النقطة التالية اللي أنا أريد أسألك عنها، أنه مع كل مأزق تصل إلى العملية السياسية لا يجد شركاء العملية السياسية خاصة زعماء الميليشيات وفرق الموت إلا التخويف، إلا التهديد بالحرب الأهلية والفوضى الأمنية. إذا لم تقبلوا بالصيغ الموجودة الآن التي نتفق عليها فإنكم ذاهبون إلى الحرب الأهلية، إلى الفوضى الأمنية. نعم. إلى إعارة الإرهاب، إلى عودة العصابات، إلى خطف أبنائكم، إلى الاعتداء على أموالكم وأرواحكم. هذا أمر غريب. يعني تحدثوا في هذا الموضوع أكثر من مرة لكن وصلوا إلى حالة، هم تحدثوا قبل الانتخابات أن الجميع عليهم أن يذهبوا للانتخابات ولا فنحن ذاهبون المجهول. وبالتالي واجههم الشعب بموقف مثل ما تحدث أخي الدكتور عبد الحميد، موقف ليس موقف ترفي، موقف الرفض، رفض المشاركة. هذا كان موقف واضح وموقف معبر أكثر من 80%. لكن القضية ليست هكذا. هم الموضوع مصمم بالطريقة التالية: عملية حكومة تنشأ تحت الاحتلال غير شرعية،
يبنون على هذا الغير شرعي على أساس أنه شرعي، ويبدأون يسنون القوانين دستور وغير دستور وحكومات، ويمضون في انتخابات ويعتبرون إنما، لكن الأساس هو غير شرعي. الآن الانتخابات جرت، يتحدثون الآن عن تزوير، هذا الذي يجري، وعد يدوي وفرز يدوي، وكأنه القضية أن الانتخابات كانت شرعية. هي الانتخابات أساسا غير شرعية، هي في ظل منظومة، أساسا في ظل منظومة احتلالية، في منظومة طائفية غير شرعية، لكن مع ذلك 20% أقل من 20% وجاءتها الصفعتان المقاطعة الشعبية. ما هو هذا اللي أريد أن أصل فيه؟ تفضل. أقل من 20% من شاركوا، إذن هي أساسا غير مقنعة وغير شرعية وغير قانونية. هذه النسبة من المشاركة أكثر من 80% لم يشاركوا فيها، هذه لا يمكن أن تكون شرعية ومؤسسة لقاعدة انتخابية ويقولون انتخابات برلمانية ناجحة. هم تركوا هذا يضللوا، ذهبوا إلى تزوير وعد وفرز، هي العملية كلها مزورة. لكن النتيجة الأساسية هم يتجاهلوا أن 80% من الشعب قد رفض هذه العملية. الآن يهددون إن لم نشكل هذه القضية سنذهب إلى الخراب، إلى نعم هم سيذهبون إلى الصراع بينهم كقوى وميليشيات، ليس حرب أهلية. الشعب ليس له دخل، الشعب ربما هو القوة الأساسية التي ستقضي على هذا، ستثور على هذا، ستنفجر. أنا هنا أتوقف عند الذكاء الأمريكي والذكاء الإيراني. هذا الشعب لا يمكن حكمه بهذه الطريقة، سينفجر في لحظة معينة. هذه الطائفية، الشحن الطائفي، كل الترتيبات التي فعلوها من عام 2003 لحد الآن ستنقلب عليهم. هذا الشعب بالتالي سيبحث عن مصالحه، سيبحث عن واقع، سيبحث عن مصلحته في يومه وفي غده، مصلحة أبنائه ومصلحته في وجوده في هذا البلد. أبنائه يقتلون، يهجرون، خراب، إفلاس، جوع، بطالة، عطالة، هجرة، قتل، موت، فقر، مدقع، كل هذا والآخرين يتمتعون بها. سنتحدث عن إعادة إنتاج نفس المشهد بإعادة نفس التحالف، سنتحدث عنها. دكتور مازن الرمضاني، عندما يلجأ نظام سياسي، طبقة سياسية تحكم بلد ما، إلى التهديد بالحرب الأهلية والفوضى الأمنية للقبول بهذه الطبقة، للقبول بهذا النظام، ويفترض أنه نظام يتحدث عنه أنه نظام ديمقراطي، تجربة ديمقراطية، تحول ديمقراطي، أن يتحدث بهذه الطريقة، ما الذي يعكسه سياسيا هذا الحديث، حديث التخويف بالحرب الأهلية والفوضى الأمنية وإعادة العصابات المسلحة والخطف والمافيات وغيرها من وسائل التهديد والترهيب؟ ببساطة أستطيع القول إن هذا يعكس الفشل، غياب تلك الرؤية الحضارية التي يمكن من خلالها الانتقال بالعراق من حاله السيء إلى حال أفضل، سبيلا للمضي به إلى الارتقاء الحضاري. غياب هذه الرؤية أحد العوامل الأساسية، لا بل الجوهرية، التي تفسر مسيرة هذا النظام، النظام الذي أوجده الاحتلال الإيراني والأمريكي منذ 2003 إلى الآن. الإخفاقات متعددة، الإخفاقات والاختلالات الهيكلية تنتشر على كافة الصعد، وتبعا لذلك أنا أتساءل مع نفسي كيف يمكن معالجة هذه الاختلالات الهيكلية وهي جذرية بدون رؤية ترمي إلى عملية إحداث التغيير. العراق لن يتحول إلى حالة أخرى إلا من خلال تغيير شامل وجذري في الواقع العراقي، ودون ذلك سوف يبقى العراق يراوح في مكانه ضمن تلك الأطر التي تؤكد عليها المنظمات الدولية. العراق في أسفل القوائم التي تصدر عن المنظمات الدولية على شتى الصعد. إذن بنا حاجة أخي الفاضل إلى أن نتوافر على رؤية وعلى إرادة تنقذ العراق من الحال البائس الذي يعيشه إلى حال أفضل وثم أفضل. وهنا أرجع إلى المشاهد التي تطرقت إليها في البداية. نعم،
أن استمرار الوضع الراهن سوف يفضي إلى ديمومة المشهد الراهن، وهو مشهد التردي الحضاري. ولكن الحاضر ينطوي على مفاجآت يا أخي العزيز. نحن لا نستطيع فقط أن ننطلق مما كان، بنا حاجة أن ننطلق من ما هو غير مرئي في اللحظة الراهنة، والذي إن حصل سوف يفضي إلى إيقاع التغيير الجوهري. أنا أراهن على هذا، على هذه التغيرات الغير مرئية لدى الكثير من العراقيين في الوقت الراهن. أشكرك، شكرا دكتور. أشكرك دكتور مازن رمضان، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني، عملية التخويف أو ترهيب المجتمع بالحرب الأهلية والانفلات الأمني إذا لم يقبلوا بالخيارات شركاء العملية السياسية، مثل هذا التخويف أو الابتزاز السياسي، هل من الممكن أنه سيعطي نتائج، سيكون فاعلا ومؤثرا كما كان في السنين السابقة، أم أن المجتمع أو الجماهير شب عن طوق هذه التهديدات والابتزاز السياسي؟ أترك بات الشعب العراقي اليوم أكثر وعيا ومدركا بأن هذه التهديدات من هذه الكتل السياسية إنما هي لتخويف وابتزاز مثل ما ذكرته، وليس لها أثر حقيقي. إن أدوات هذه، أدوات هذا الصراع أو هذه الحرب هم هذه الميليشيات المشاركة بهذه العملية. المفارقة دكتور أن هذا الكلام، إذا سمحت لي، أنه هذا الكلام تهديد بالحرب الأهلية وعودة الإرهاب والعصابات المسلحة يأتي بعد أحاديث عن انتصارات وإقامة مهرجانات الانتصار على قوى الإرهاب، وأنه الآن الاستقرار الأمني يعني في أعلى مستوياته. ولذلك كما قلت الآن، الشارع العراقي يدرك حقيقة أن هذه الميليشيات اليوم المشاركة بالعملية السياسية هي التي تتصارع فيما بينها وتريد أن تتخذ من الشارع العراقي وقودا لأجل مصالحهم ولأجل كراسيهم. اليوم الشارع اليوم العراقي أكثر وعيا وإدراكا بأنه هذه الحرب التي يهدد بها هم وقودها، يراد منهم أن يكونون وقودها، والمستفيد منها أصحاب الكراسي والمناصب ومن ورائهم إيران. لكن أيضا الشارع اليوم بات مدركا بأنه القادم من هذه التحالفات وهذه التهديدات وهذه الإنذارات هي حكومة ستكون أسوأ مما سبق. نتوقع القادم سيكون أسوأ حكومة في ظل الاحتلال بقياس على الحكومات الماضية، لأنها حكومات متحكومة، يعني يتوقع منها أنها تتآلف من فئات كثيرة وعديدة متشاكسة، وتشاكسها ليس لبرنامج وطني وإنما لكن دكتور الحكومة مصرح. القادمة ستكون نتاج لتحالفات الأقوياء وهم القوائم الفائزة في العراق. نعم. يفترض أنها الحكومة الأقوى. لا طبعا في ظل الحكومات أو العالم السياسي في العالم كله أنه فعلا الحكومة لما تكون متجانسة فستكون قوية، لكن الواقع في العراق لا، هذه الحكومات كمثل ما سابقاتها لن تتغير عن ما سبق إلا في جزئيتين. الأولى أنه دخول عناصر ميليشياوية بعناوين بارزة، الأمر وهذا سيهدد العملية السياسية من داخلها وسيزيدها تشاكسا وصراعا أكثر من الصراع السابق. الأمر الآخر على اعتبار أن حملة السلاح هم سيفرضون إرادتهم. نعم بالتبد. الأمر الآخر أنه هذه الائتلاف هذه المرة سيكون عناصرها ائتلافات أكثر من السابق، يعني ربما الحكومات السابقة تتآلف من حزبين ثلاثة كبيرين، أما هذه المرة فلن تقتصر أو لن تقل عن 5 تحالفات وربما تزيد، وهذا سيضعفها بالتأكيد، والمجني عليه هو العراق والشعب العراقي. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا للدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية ودراسات المستقبل، كان معنا من لندن عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في التحالفات الطائفية في العراق والتهديد بالحرب الأهلية من قبل شركاء العملية السياسية. إذا نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة نقاش هذه الحلقة، ابقوا معنا.
إذا دكتور، تكرار المشهد السياسي في العراق بإعارة نفس التحالفات الطائفية اللي موجودة منذ 15 سنة يعني ذاهبون إلى نفس النتائج ونفس الحصاد، وربما طبعا هناك يعني من المراقبين من يذهب إلى أن الوضع في العراق سيكون أسوأ نظرا للتجربة المريرة خلال 15 سنة وجبال من الإخفاقات وحالة الغليان الشعبي الموجودة الآن. نحن أستاذ ماجد، ربما هذا الحديث الذي جرى في هذه الطاولة اليوم يدلل أو يؤكد نحن ذاهبون إلى محاصصات أشد وأقوى من السابق، ذاهبون إلى محاصصات في الطائفة نفسها. يعني قبل كانوا يتحدثون عن قوى سنية وكردية، الآن واضح التشكيل أين سيذهبون، المحاصصات داخل ميليشيات وقوى ضمن الطائفة الواحدة، المواجهات حتمية. هذه السياق دكتور كانت موجودة، ربما الآن ستكون بأكثر فجاجة. الآن أكثر فجاجة والمواجهات قادمة لا محال. الآن أريد أن أشبه العراق، وربما هذا الحديث الذي جرى في هذه الطاولة وصلنا إلى هذه الحالة. الآن العراق أشبه بقنبلة رفعت مسمار الأمان. الآن الكل يتقاذفها بأقدامه، متى ستنفجر، على ما ستنفجر. الشعب العراقي كله الذي يدفع الثمن، هو الخسران الوحيد. هذه القوى تصارع فيما بينها وتدفع الشعب ليكون وقودها، لكن هل سيقبل الشعب؟ سيبقى الشعب هو الأساس، هو بيضة الميزان، هو الذي يقول لا ويوقف كل هذا ويقف على الجانب الآخر ضد كل هذه القوى ويزيحها. العراق لن ينجو إلا بنظام بمشروع وطني، ولا يقوم هذا المشروع الوطني إلا بإسقاط هذه العملية السياسية المبنية على المحاصصات. نحن الآن ذاهبون إلى وضع أشد خطورة وأشد فتكا بالعراقيين. أهل العراق لن يسكتوا على هذا الوضع أبدا، لأنه يمس حاضر. أشكرك شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. بارك الله فيك.